اخرج يا ايها الجن، اخرج 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 اخرج. شو اسمك؟ وات يور نيم؟ اسمي عبد الله. عبد الله، هذا الرجل باسم حسين بن يسار. كم سنه بداخل هذا الاخت؟ كم سنه؟ 20 سنة. 20 سنة كثير ما شاء الله. هسه يطيب ان شاء الله. 20 سنة شو بداخل الجن بالفروسات ما يطلع الجن. اخرج يا ايها الجن. من اسمك؟ من اسمك؟ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اخرج يا عدو الله. يلا استسلم، قل لا اله. يلا استسلم. لا انا كافر، انا كافر. ما الله. سيداو. تيك هيم اوت، تيك هيم اوت. وننزل من القران ما هو الشفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. استلم بالانجليزي، يقول هذا عنده 20 سنه جن داخله رجل اسمه عبد الله. تكلم شيخ. هذا جن داخل ماما 20 سنه، هسه يطيب ان شاء الله. اخرج يا ايها الجن. لا هي طيبة ما أخرج، بس تقل كثير ما أخرج. يقول ما أخرج هسه. أنت رجل، أنت مسلم أو مسيحي؟ لا أنا كافر. كافر؟ إذا ما أخرج. أنت خايف؟ من تخاف؟ من تخاف؟ لا تخاف إلا الله. قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أسلم تسلم. قل لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله. أسلم. أسلم تسلم. أسلم تسلم. أسلم تسلم. لا يضرك شيء، والله لا يضرك شيء. قل لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله. شيخ سيب الإنجليز الآن يطيب إن شاء الله. تعال أيها الجن استسلم، قل لا إله إلا الله. أضربك. ها أضربك. شو اسمك؟ من اسمك؟ عبد الله. في أي مكان تعيش عبد الله؟ أنا من عبد الحمد. من عبد الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن جنة ثلاثة أصناف، صنهم لهم أجنة يطيرون في الهواء، وصنف الحيان والعقارب، وصنف يحلون ويطلعون. أخرج يا عدو الله. ما تخرج؟ والله كيف أخرج؟ هسه قل لا إله إلا الله. لا اله الا الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. يلا اخرج من فمه. طيب طيب. اخرج من فمه. يلا بسوف. يلا. يلا. دقيق. اختي. السلام عليكم. عليكم السلام. شو اسمك؟ النعيمة. طلع الجن؟ ايه. الله اكبر. تعال تعال شيخ اتكلم شيخ. الحمد لله. طلع الجن. استسلمت الجن وطلع. مثل الجن الحمد لله اكسبت الاسلام and has left her now. 27 سنة هذا الجن داخل اسمه عبد الله. And this jinn has been in her for almost 20 years and has living as a Catholic. بفضل الله وبفضل شيخه. الحمد لله تعالى. الحمد لله has accepted Islam and also has left her body now. هسه رقيق قرآن إذا طلع الجن يبين. إذا يسوي شيء؟ إذا جن باقي تحرك. وإذا مريت فهو ماما شو اسمك؟ النعيمة. شوف الله أكبر يقول نعيمة، قبل كان يقول عبد الله. نعم. So she was saying until this time that her name was Abdullah. Now she's saying his name is نعيمة. ماما هسه امشي ماما. ما امشي. هسه ماما كيف؟ شو وضعك؟ ارفع راسك. ما شاء الله يدي خفت. خفت؟ الشيخ يقول يدي خفت. يدي خفت. هذا عنده اوتيزم، مو مشكلة. مو مشكلة. ماما قل ماما قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. جسدك خفت؟ والله خفت. أحس والله خفيف مرة. الحمد لله. قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.